يا هلا والله مسهلا. قبل ما نبدأ تقريرنا على السيارة، هذا تطبيق مستعمل الشهير، تقدر من خلاله تتصفح قسم السيارات وتشوف السيارات اللي معروضة للبيع من أصحابها، تتواصل برضو معهم مباشرة، تتصفح كل الأقسام والسيارات بكل سهولة زي ما احنا شايفين قدامنا، وتقدر أنت تعرض سيارتك إذا ودك تبيعها مباشرة عن طريق التطبيق. وترى التطبيق متوفر على أبل وأندرويد وهواوي. وخلونا الحين نبدأ تجربتنا على السيارة. يا هلا وسهلا متابعين مربع نت. أنا الحين عند وكيل دوج متحدة للسيارات، وكيل دوج، جيب، ورام، والفا روميو، كل السيارات دي ما شاء الله تبارك الله تحت المتحدة. عموما أنا جاي أصور التشارجر أو تي، هذه فيها يسموها فول هاوس، تقريبا هذه فيها الستاندر فيها، يعني إذا دخلت وكالة تأخذ دوج أو تي 8 سلندر حتأخذ السيارة هذه. طبعا أنا من المعجبين بسيارات دوج تشارجر، خاصة الشكل الخارجي أحبه جدا، أشوف إن السيارة أنيقة. يعني تبي سيارة قوية عالية، عندك التشارجر خيار جدا جميل. طبعا تجي 8 سلندر 5.7 لتر 370 حصان 536 نيوتن عزم الدوران. خلينا نشوف الماكينة، هذه ماكينة الهيمي المعروفة، صراحة لها فترة طويلة معهم، لكن أنا أشوف إنها ماكينة جدا عملية جبارة. طبعا مناخ الحركة 8 سرعات من شركة زد اف المعروفة، جيرها جدا قوي وسريع، تجيب جنوط 20. هذا الأصفر الموجود في الصدام، أصحاب دوج يحبونه، فموجود طبعا. هنا عندنا شعار هيمي، فخورين جدا فيه، علامة دوج، جنطة 20، كفرات جودير جدا جميلة. التصميم هذا له فترة، أتوقع من 2015 أو 14 نفس ما هو، لكن أنا صراحة جدا عجبني. هذه يجي فيها زي الديفيوزر صغيرة على الشكمان، فتحات في الصدام الخلفي، حساسات خلفية، فيه الجناح هذا الجميل، فتحة سقف عادية، وفيها هود سكوب. خليني اوريكم قبل، خليني اشوف كلمة تشارجر هنا حاطينه، فخورين فيها. هذا هود سكوب، ويعني مفتوح ويدخل هواء بس يعني على ولا مكان، لكن يوحي اداء رياضي. هذه خارجيا بشكل عام. طيب تعرفنا على السيارة بشكل كامل من الخارج، التصميم، المحركات، خلنا نشوف من داخل كيف السيارة. قبل ما ندخل نتعرف على بطاقة كفاءة الطاقة، اللتر يمشي 10.5، يعني على 8 سلندر حلو الرقم. بسم الله. طبعا الفول هاوس هذا كرسي حق ايدي قماش بالكامل، صراحة انا عجبني كرسي القماش، اشوفه بالحر عندنا في الرياض خاصة يعني عملي اكثر من اي شيء ثاني. هذه من داخل، هذا التعشيق الجير الزد اف، طبعا دفع خلفي السيارة، وهنا في البادل شيفت. من الاشياء من البادلز اللي صراحة يعني جدا غريبة، شيء كيف صغيرة انت تضغط تحسبها كامل هنا، لكن هي بس على الطرف. فهذه من ميزات الشيفت تشارجر وتشالنجر بشكل عام، اشوفها جدا جدا جميلة. الداخلية انا يعني شوي لي تحفظات سادة شوي، يعني ليت سوى تطريز او شيء زي كذا ممكن تصير احلى، لكن بشكل عام يعني تعتبر هي سيارة اللي يسموها الانتري ليفل، اللي هي الستاندر، ما عندي مشكلة معها. هذا اللي بالباب، هنا برضو قماش نلمسها، فركسون خلنا نقول سميك، تحسه رياضي جدا جميل. هنا عندنا التحكم في المسجل، طبعا ارتفع الصوت قصر من ورا دركسون، في ازرار انا اشوفها هنا، اتوقع يمين يسار، واحد منهم يرفع واحد يقصر، وفي واحد حق كنترول للشاشة. هذا الطبلون، بطاريتها مفصولة، ومشكلة مفصولة لازم واحد يدخل من جوا من هنا عشان يشك البطارية في الشنطة، فقلت لهم لا خلاص ما يحتاج. معروف الشاشات للتشارجر صراحة من اجمل الشاشات اللي جت من بدري، يعني خلنا نقول من الشاشات الكبيرة. زر ستارت تبدأ السيارة، هنا تتحكم في التكييف، هنا تتحكم في السبورت، ايش هنا سوبر تراك باك، يعني
هذا التراكشن وهذا سكرين اوف. هذا الدرج من داخل دورين الدرج. صراحة كراسيها جدا مريحة، من أجمل السيارات اللي مسكت فيها خطوط التشارجر، حتى ستة سندر يعني حتى مريحة مو بس ثمانية، لكن هذه الأرتي نورا عجبتني. خلنا نشوف نورا كيف. بسم الله. أول ما تركب مباشرة ترى حرفيا هذا اللي بشوفه وجهك، بتشوف كرسي بس ما أدري بشايف الطريق، يعني لازم تلف عشان تشوف، مرة كرسيها كبير. طبعا للسائق مرة مريح الموضوع وجدا جميل، لكن ورا أحس بكتمة شوي، يعني تحس إنك مكتوم، يعني كرسي كبير كذا بوجهك، فما بالك لو الساق قدامك طويل، صراحة مشكلة. لكن يعني ككراسي هنا مريحة، لكن ما أتمنى إني أقعد هنا فترة طويلة ورا كرسي كبير زي هذا. أنا من النوع اللي على طول تديني زوخة الطرق، أكيد في ناس كثير زيي، مستحيل ما في حد زيي، فإنك ما تشوف الطريق وتشوف شيء كذا في شيء بلوك قدامك مشكلة. حتى دراشها شوي كذا صغيرة، طبعا هذا ستايل تشارجر نفسه. في ناس ما يهمهم، انا من النوع اللي تفرق معي. هنا عندنا ديوب كوب 2 يو اس بي 2 وهذا المكيف الصف خلفي. من ورا ما فيها دراما كثير، السقف يعني مقبول شوي، ما هو مره واطي ولا عالي، بس على التشارجر صراحه حلو السقف، يعني على طول 177 178 الامور تمام كذا. وهذه تجربتنا للفول هاوس، هذه طبعا تعتبر فئه الانتري ليفل خلينا نقول او الستاندر، سعرها 185,000 238 ريال. في فئة ثانية أعلى منها اسمها بريميوم، تجي نفس المحركات لكن يجي فيها رادار، نقاط عمياء، كراسي جلد، يعني شوية دلع أكثر. فعلى طلبكم، والسيارات هذه مر عليها ناس كثير، يعني صورنا لكم الأرتي. وش رأيك عن السيارة؟ إذا أنت تمتلك أرتي يعني أعطينا تجربة، كيف كانت معك وكم لها معك أصلاً، وتجربتكم مع الوكيل بعد. وإذا تبون تصور سيارات معينة كلمونا إن شاء الله نغطيها لكم قد ما نقدر بإذن الله. أنا كنت معكم عبد العزيز، وإن شاء الله أشوفكم في تجارب أخرى مع المربع نت.